متقلبه على جحيم الازمات التشققات تعصف باركان الجبهه الداخليه في اسرائيل <applause> اخرها محاوله رئيسها نتنياهو التملص من المسؤوليه بشان احداث السابع من اكتوبر <applause> نتنياهو كان قد نشر تغريده يحمل فيها اجهزه الامن والمخابرات مسؤوليه احداث السابع قبل ان يحذفها ويضطر للاعتذار عنها مقرا بالخطا زعيم المعارضة يائير لبيد قال إن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر فبينما يقاتل الجيش وقادته ضد حماس وحزب الله يحاول هو إلقاء اللوم عليهما بدلا من دعمهم كما يقول عضو مجلس الحرب بيني جانس وجه النقد لنتنياهو أيضا ودعاه إلى التراجع عن تصريحاته بل والامتناع عن اي اجراء او تصريح يضر بما وصفه قدره الشعب على الصمود. نتنياهو الموصوف في بعض الاعلام العبري بانه الخطر الوجودي على اسرائيل يزداد الم معاناته تحت وطاه مطالبات عائلات الاسرى الاسرائيليين بالافراج عن ذويهم المحتجزين لدى المقاومه كما ان ازمه الثقه مع الجيش تتسع اكثر عندما بدت جليه اثناء الزيارات التفقديه التي قادها لعدد من تشكيلات قواته، بينما ضجيج اصوات سكان مستوطنات غلاف غزه في وجه الحكومه لا تهدا ابدا. سماكه جدار الخلافات في جسم حكومه الحرب بين الشق السياسي والعسكري تطفو اكثر وضوحا على السطح، حتى انها اخذه بالتاثير على التوصل الى قرارات بشان التدخل البري في غزه وتكتفي بقبول نصيحه الامريكيين وتنفيذ دخول محدود واكثر تركيزا ومحاوله تسويق اي تقدم معنوي على الارض وهو ما تبدو صعوبه اثباته كذلك حتى اللحظه